بالخير اطمئن وأبشر بالخير، واستبشر خيراً في العشر الأخيرة من رمضان التي أقبلت. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير انتهز هذه الفرص، يا باغي الخير أدرك هذه العشر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. في هذه العشر ليلة خير من ألف شهر، من وفق لقيامها فهو الموفق. اطمئن، ففي هذه العشر ليلة مباركة تكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب ومن الأذى والشرور. في هذه الليالي ليلة سلام يكثر فيها السلام، يقول الله عن هذه الليلة: سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه العشر تعتق الرقاب من النيران. في هذه العشر بشارات للصائمين إيمانا واحتسابا: وتذكروا وأبشروا ولا تيأسوا فإن الأعمال بالخواتيم. ولا زالت هناك بشارات للقائمين إيمانا واحتسابا، خاصة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه العشر التي أقبلت أقبل على الصدقة مقتديا بنبي الرحمة الذي كان يكثر من إنفاقه في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عشر أقبلت، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واطمئنوا بها بالاستزادة من الخيرات واغتنام كل ليلة، لتحظوا بالأجور العظيمة في ليلة القدر التي هي سلام وأمان.